الرئيس السوري بشار الأسد يترأس اجتماعاً مهماً لقادة الأجهزة الأمنية في الجيش السوري لسبب غير متوقع، فما القصة؟ وسائل الإعلام السورية تحدثت عن أن الرئيس السوري بشار الأسد ترأس اجتماعاً مهماً لقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة في سوريا، وحضر ذلك الاجتماع رئيس مكتب الأمن الوطني ومستشار الشؤون الأمنية في الأمانة العامة لرئاسة النظام. وبحسب بيان لرئاسة النظام السوري الذي نشرته وكالة سانا السورية، فإن الاجتماع كان يدور حول الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة التي تجرى في المجال الأمني وتطوير التنسيق بين الأجهزة بما يعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة، وكذلك تطوير أدوات مكافحة الخارجين عن القانون. فالرئيس السوري بشار الأسد ناقش خلال الاجتماع ما وصفه بالدور الاستباقي والوقائي للأجهزة الأمنية في مواجهة الخارجين عن القانون والتعقب الدائم للخلايا التي تحاول الإضرار بأمن الوطن وسلامته. وكان من مخرجات الاجتماع وضع خريطة طريق أمنية وفق رؤى استراتيجية تحاكي التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية بما ينعكس على أمن الوطن والمواطن وأمن القوات المسلحة أيضاً. ذلك الاجتماع المهم جاء بعد أيام من تداول صفحات موالية للنظام السوري أنباء عن تغيرات كبيرة على مستوى الأجهزة الأمنية وفروع المخابرات. فبحسب التقارير الصحفية، فإن بشار الأسد أقال اللواء علي مملوك من منصبه كرئيس لمكتب الأمن الوطني وعينه مستشاراً رئاسياً لشؤون الأمن الوطني. كما عين بشار كلاً من اللواء كفاح ملحم رئيساً لمكتب الأمن الوطني خلفاً للواء مملوك الذي تسلم المنصب عام 2012. وخلال الأيام الماضية انتشرت تسريبات صحفية لخطة روسية تضمنت إعادة هيكلة أجهزة الأمن والاستخبارات التي يديرها النظام السوري، حيث جاء في الخطة عزم موسكو إنهاء وإحلال بعض الفروع الأمنية ودمجها ببعضها البعض. وكان تسريب تلك الخطة بالتزامن مع صدور سلسلة تعيينات جديدة في قوات النظام يخص بعضها جهاز المخابرات الجوية، كما جاء أيضاً بعد أيام قليلة من إعلان بشار الأسد عن إصلاحات في حزب البعث، حيث أعطى التوجيهات لاختيار قيادات جديدة للحزب بعد أكثر من عقد على وجود القيادات الحالية في مناصبها. كما أصدر أوامر بإلغاء العديد من الأقسام التي كانت مهمتها متابعة عمل الحكومة وأداء العاملين، مع التوجيه بالابتعاد التام عن الأداء الإداري والمدني والإبقاء على العمل الأمني الفعلي لتقوم تلك الأجهزة بعملها الحقيقي الذي يهدف لبسط حالة الاستقرار والأمان في البلاد.